لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية قصي المعتصم. أهلا بك أستاذ قصي. أهلا وسهلا بك، مرحبا. ما هي قراءتكم لحادثة الاختطاف والقتل، وما الذي يعنيه ذلك بعيد الإعلان عن الانتصار على تنظيم الدولة؟ تحياتي لك ولجمهور قناة الرافدين الأفاضل. بدءا لو عدنا الى القطعة اللي كتبت في العزاء بعدم سماح لأي مسؤول ان يدخل، من هذا ننطلق، من ان حتى الشعب العراقي اصبح كله يدرك ان مسؤولية ما يحصل من خروقات أمنية ومن ارهاب في العراق هو مسؤولية الحكومة وتقصيرها. هذا هو الاساس. ثم نعود إلى عمليات التي حصلت ضد داعش وإعلان النصر النهائي عليها، وتحدثنا كثيرا عبر القنوات وعبر قناتكم أن هذا النصر لن يكن نصرا تاما وإنما كان للدعاية فقط، وبالتالي هذا التنظيم خرج من المدن ولكنه بقي في الكثير من المناطق الصحراوية ومناطق الحويجة ومناطق كركوك ووصولا إلى أربيل، وامتدادا من الفلوجة إلى الحضر، وامتدادا من الفلوجة إلى النخيب وإلى الحدود. هذه كلها مناطق المفروض الآن العبادي عندما يجتمع مع مقاطعات الإرهاب ويوجه بمهاجمة داعش، هذا العمل يدل على عدم حرفية وعدم خبرة، لكون أنه المفروض القوات المسلحة عندما تمسك قواطع في أماكن معينة مسؤولة عن حماية هذه المناطق، وبالتالي لا يجوز لرئيس الوزراء أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وإنما يلجأ لمحاسبة المقصر عن هذا العمل. هؤلاء الميليشيات، إضافة إلى أن القضاء على داعش لا يأتي بقوة السلاح فقط، وإنما هناك إجراءات يجب أن تتخذ الحكومة لغرض يعني أن يكون الشعب العراقي كله ضد هذا الفكر واجتثاث الفكر أساسا وليس قتال الأفراد لوحده. لو نتحدث عن تفاصيل هذه الحادثة وتحديدا على المكان الذي حدثت فيه عملية الاختطاف، كيف تفسر اختيار هذا المكان والذي جرى في منطقة قيل أنها تقع بين سيطرتين أمنيتين؟ الكل يعلم أن منطقة جبال حمري منذ دخول داعش اتخذ منها يعني أماكن لتخزين السلاح والعتاد ومواضع يحتم فيها، وبالتالي ما زال لحد اليوم هذا يتنقل ما بين حمرين واتجاه الحويجة وإلى منطقة العظيم وينفذ عمليات. المفروض أن القوات الموجودة في هذه المنطقة تؤمن هذه المنطقة ليلا ونهارا استخباريا، وبالتالي تمنع حدوث أي أعمال على طرق خاصة بين كركوك وأربيل وبين صلاح الدين وكركوك. هذه مناطق شاسعة، وللأسف الشديد نقولها أيضا أن الجيش العراقي بإمكانات الحالية سواء بالعدة أو العدد أو السلاح غير قادر على تأمين هذه المناطق، إضافة إلى المناطق الأخرى اللي هي من البوكمال إلى منطقة صلاح الدين وإلى منطقة الفلوجة. إذا الخلل في الجندي الذي يمسك الأرض، الخلل في القيادات الميدانية غير الكفوءة التي يضاف إلى أنه تقصير منها، ما زالت تعمل بنفس طائفي لا يهمها. بالحديث عن تقصير أستاذ قصي، بالحديث عن هذا التقصير، إلى أي مدى تظن أن قرار إعلان ما وصف حينئذ بالانتصار والنصر على تنظيم الدولة كان قرارا صائبا في وقت يتهم فيه اليوم نواب يتهمون العبادي بالتسرع واستثماره الإعلان عن ذلك النصر بموعد الانتخابات البرلمانية؟ والله يا أخي عزيز، أنا خلال المعارك هذه أكثر من 40 لقاء موثق ومسجل، وتحدثنا بكل دقة وقلنا أن هذا النصر نصر وهمي، هذا التنظيم تنظيم حرب عصابات يستخدم، وبالتالي خروج من المدن لا يعني انتهاء، وإنما يجب أن تستمر العملية إلى حين طرد خارج العراق وتأمين كل المناطق هذه. ولكن المشكلة الثانية أنه كما قلت لك أن الحكومة التي تعتمد على ميليشيات طائفية وعلى جيش طائفي غير كفوء ولا تسمح لهذه المناطق التي كانت داعش يحتلها بأن يكون هناك جيش من أهاليها لكي يدافع عن المناطق، هذا خلل كبير، خاصة عندما أضيف إليها اليوم ما وقع من ضرر على كردستان بعد إعلان انفصالها، وترين اليوم مناطق ساخنة أصبحت كركوك وديالة أيضا المناطق المتنازع عليها كلها أصبحت تشكل عبء كبير على القوات الأمنية.
لخروج بيشمركة من عملية المساندة للجيش في قتال هذه التنظيمات وانكفائها. إذا العملية تحتاج إلى إدارة وإعادة تنظيم وهيكلة القوات القادرة على تأمين حماية العراق من كل الحركات الإرهابية وأولها تنظيم داعش. نعم. عدا أنه بالإمكان أن تكون هناك حركات ستظهر من داخل العراق ما ليس لها علاقة بداعش نتيجة سوء إدارة الدولة لهذه المناطق التي خرج منها تنظيم داعش وما زال أهلها يعانون منها وزال هناك الآلاف المعتقلين. هذا ما كنت سأسألك عنها أستاذ قصي بتزامن مع هذه الحادثة. كما أشرنا في نشرتنا الإخبارية عن منع أهالي المغدورين في كربلاء منعهم للسياسيين من حضور لمجلس العزاء، إلى أي مدى يكشف ذلك الاحتقان الشعبي ضد الحكومة وتقصير الحكومة في تأمين المناطق؟ الأوضاع الآن في العراق لم يعد خافيا أن كل العراقيين يرفضون هذه الحكومة، وبالدليل أنه عدم ذهاب من الانتخابات، التظاهرات اللي حصلت سواء منها اللي كانت في 2013 من قبل المحافظات المنتفضة أو من قبل أهلنا في الجنوب اللي انتفضوا ودخلوا إلى البرلمان. الشعب العراقي اليوم أدرك أن هذه الحكومة حكومة طائفية عميلة لا يمكن التعامل معها ولا يمكن أن تخدم الشعب العراقي، وبالتالي يحملها كامل مسؤولية سواء عن الفقر أو الجوع أو المرض أو الأمية والحدار اللي حصل في البلاد، وبالتالي لابد لهذا الشعب أن يتحرك. أنا أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد حراك شعبي باتجاه إسقاط هذه الحكومة لكونها فشلت في إدارة البلاد، ولا بد من وضع حلول جذرية للعملية السياسية التي لم تجلب العراق إلا الدمار. هل تظن أن في ظل هذا الانهيار الأمني الحاصل، هل تظن أن الحل يكمن في إعلان القضاء إصدار أحكام إعدام بحق 14 شخصا خلال فترة 72 فقط 72 ساعة؟ هذا طبعا هو ردة فعل أسوأ من الفعل نفسه. هناك الكثير كما لاحظنا في مرة سابقة عدم أكثر من 50 شخص في الناصرية، وهددت الميليشيات بدخول السجون وإعدامهم بأنفسهم. هذا يدل على التسيب الأمني وعدم وجود قيادة أمنية وعدم وجود رئيس وزراء قادر على إدارة البلاد، لأن هذه الأمور هناك محاكم، هناك إجراءات تتخذ، وليس لرد فعل على هؤلاء. ولا تنسين أنه ممكن أن يعتدوا حتى على النساء الذين طالبوا هذا التنظيم الإرهابي كحق عذر اتخذ منها بإخراج النساء السنة من السجون، ممكن حتى يعتدون على النساء. هذا بالنسبة لهم للتشيب الأمني والفكر الطائفي أو النفذ الطائفي هو اللي يحرك الحكومة وبيحركها برد الفعل وليس بقضايا مدروسة وباستراتيجية عمل للدفاع عن العراق، لأن كل المؤشرات تشير إلى أن هذه الحكومة غير قادرة على إدارة البلاد ولا إقناع المواطن بالقبول بسياستها التي لم توصل العراق إلا إلى أسوأ الدرجات في كل مناحي الحياة. أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية قصي المعتصم، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.